تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد مراسل أخبار الآن في درعا منذ قليل أن الطائرات الحربية التابعة لقوات الأسد شنت 4 ضربات جوية على أحياء درعا البلد. هذا وقتل 11 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب آخرون في قصف جوي لقوات الأسد بالبراميل المتفجرة استهدف تجمعا للنازحين في ريف درعا قرب الحدود السورية الأردنية خلال اليومين الماضيين. نددت هيئة الدفاع المدني السوري التي تتخصص في أعمال الإنقاذ في مناطق خارج سيطرة نظام الأسد بقتل 8 متطوعين في صفوفها في هجوم على أحد مراكزها في محافظة حماة وسط سوريا. وفي بيان صدر خلال الساعات الأخيرة، أشار أصحاب الخوذ البيضاء إلى تعرض مركزهم في بلدة كفر زيتا في ريف حماة الشمالي لقصف جوي بواسطة طائرات غير معروف ما إذا كانت تنتمي إلى قوات الأسد أو روسيا. تستعد القوات الأمنية العراقية لشن هجوم حاسم من محاور عدة للسيطرة على ما تبقى من الشطر الغربي لمدينة الموصل في موازاة تصعيد وتيرة الضربات الجوية، فيما أكدت قوات الشرطة الاتحادية تحصين خطوطها الدفاعية حول المدينة القديمة. وأكدت مصادر عسكرية أن الاستعدادات اكتملت لاستئناف المعارك بعد توقفها لأيام تم خلالها إعادة تقييم وتعبئة الطاقات على أن تنطلق قريبا بحسب ما تبقى من الأحياء في الجانب الأيمن من المدينة. أعلن مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية قتل 7 انتحاريين من تنظيم داعش جنوب مدينة سامراء. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكن فوج طوارئ شرطة ذيقار الثاني من إلقاء القبض على أحد أخطر أفراد تنظيم داعش والملقب بالعباسي. عادت كوريا الشمالية لتهدد واشنطن من جديد، وهذه المرة بتعزيز تطوير برنامج تسليحها النووي بأقصى طاقة ممكنة، حيث يشير عدد من الخبراء إلى أنها جاهزة لتجربة نووية سادسة. وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان أن بيونغ يانغ على استعداد تام للرد على أي خيار تتخذه الولايات المتحدة، مضيفا أنها ستواصل زيادة قدرتها على صعيد الضربات النووية الاستباقية ما لم تتخلى واشنطن عن سياستها العدوانية. أغلقت شرطة تورنتو الكندية قطاعا في حي المال بوسط المدينة بعد تقارير عن انفجار قوي وشهد دخان كثيف في المنطقة. وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه لم ترد تقارير عن إصابات وإن الشرطة وشاحنات الإطفاء في الموقع متواجدة. نهاية الموجز، في أمان الله.